لقيت إشاعة غريبة جدا، والإشاعة دي ما تخصنيش أنا لوحدي، عشان كده أنا دي تاني مرة أطلع أتكلم. وسمعت إشاعة غريبة وكلام أنا مش عارفة هو اتقال لي، أو يمكن عارفة هو اتقال لي في التوقيت ده بالذات. طيب، فأنا طالعة أقول النهاردة لكل الناس اللي بتحبني او اللي ما بتحبنيش، انا شخص مش مرتبط، ولما هرتبط كل الناس هتعرف، عشان انا مش الست اللي بتعمل حاجه في الدره، ومش الست اللي بتعمل حاجه في الخفا. انا بجحة كفايه قوي قوي ان انا اي حاجه بعملها اقول انا بعملها، وهي مش بجاحه بصراحه، لان الجواز مش حرام ومش عيب، وطول الوقت بقول في البرنامج اتجوزوا بس اختاروا صح. فانا واحد انا مش مرتبط يا جماعه خالص، تمام؟ اتنين، لما يبقى في شخص مواطن مش محترم يطلع عليا اشاعه مش محترمه، لو انت ما بتحبنيش طلع اللي انت عايزه وانا مش هتكلم، لكن ما تضرش ناس تانية معايا ملهاش اي ذنب، ما تضرش عيله كامله ملهاش اي ذنب، ما تضرش راجل محترم وست محترمه ملهمش اي ذنب، غير انه الناس دي اخواتي فعلا. انا ست، في ست تقبل انها تتجوز راجل متجوز، هي حره، بس انا لا اقبل، ولا اقبل اصلا فكره ان انا ممكن ادخل مع حد في علاقه لحد ما يطلق ولا يتطلق، ولا مش قضيتي ومش مشكلتي، وبطلع اقولها في البرنامج 600 مره. في ستات تقبل، هي حره، لكن انا ما بقبلش ومش حر ومش عايزه. طيب، فانا بقول الاستاذ فلان الفلاني اوت، يعني دي جت اوت، دي جت فاول منك الحقيقه، لان كل الناس يعلمون جيدا من هي رضوى الشربيني، ويعلموا جيدا الاسامي المحترمه اللي انت اتكلمت عليها، ويعلموا جيدا ان انا نصيره المراه، ويعلموا جيدا ان انا بقول لكل واحده ست بادي عن راجل مرتبط او راجل متجوز، لانه حرام عليكي تكسري قلب ست، فانا مش هكون اول ست بكسر قلب ست زيي.